لطيفة رأفت من مواليد 25 نوفمبر 1965، مغنية مغربية من مواليد حي أفكا بمدينة القنيطرة. يعود أصل والدها من مدينة وزان. سجلت أول أغنية لها وهي لا تزال في سن المراهقة عام 1982 تحت عنوان موال الحب. وفي عام 1984 تزوجت من الملحن محمد حميد العلوي الذي ساندها لتفوز بالأغنية المغربية عام 1985 بفوزها بلقب أفضل مغنية مغربية بأغنية خي خي. وبعد ذلك تتالت النجاحات بأغاني تعتبر من أجمل الأغاني المغربية كمغيارة ونفعرك يا إما ودنيا ويهلي يا عشراني والحمد لله، وأصبحت الوجهة المشرقة للأغنية المغربية بحيث عرفت بتشبثها باللهجة المحلية ورفضها الهجرة والشهرة بعيدا عن بلدها. غنت أغنية مع المغني الجزائري محمد لمي وأسمتها توحشتك بزاف عام 2006. في عام 1993 تعرضت للعديد من المشاكل والصدمات بسبب طلاقها. تأثرت كثيرا حتى أنها أصيبت بالشلل النصفي. هذه المشاكل أثرت على مسارها الفني بشكل كبير، حيث أنها غادرت الساحة الفنية لمدة 3 سنوات، مما جعلها تتخوف من العودة. ظهرت بعدها من خلال سهرة بمدينة وجدة من تنظيم جمعية الأطباء، واستأنفت بعد ذلك نشاطها الفني. أفاد مصدر خاص أن المطربة المغربية لطيفة رأفت لم يسبق لها أن أنجبت، لكن ظهورها المتكرر مع فتاة تشبهها على صفحة علبة رأفت عبر الفيسبوك أثارت فضول متابعيها. وهذه الفتاة تدعى عبلة مجبوع، ربتها لطيفة منذ نعومة أظافرها. تداول كذلك بشكل واسع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج المطربة المغربية لطيفة رأفت برجل ثري من إفريقيا، على الرغم من أن خبر الزواج ليس حديثا، حيث تحدثت مصادر على أن الفنانة المغربية خاضت مؤخرا تجربة زواج جديدة من أحد رجال الأعمال الأثرياء بقلب إفريقيا. هذا وتحدثت أخبار أخرى على أن آخر زواج للفنانة لطيفة لم يدم أكثر من 4 أشهر على أكبر تقدير، وذلك استنادا لإفادة أحد المقربين من الفنانة. ونشرت بعض المنابر الإعلامية المتخصصة في أخبار الفنانين والمشاهير بأن زواج لطيفة من الرجل الإفريقي يعد 6 تجربة زواج لها في حياتها. وعلى الرغم من تداول أخبار كثيرة عن تعدد زيجات لطيفة رأفت، إلا أنها أعلنت فقط عن زواجها من المنتج حميد العلوي الذي انتهى بالانفصال أيضا. أما زيجاتها الأخرى فظلت في طي الكتمان، حتى أن الفنانة لم تؤكدها أو تنفيها يوما. ولم تسلم الفنانة لطيفة رأفت من إشاعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في صورة جديدة رفقة المغني عبد الحفيظ الدوزي. وأثارت الصور المتكررة بين لطيفة رأفت والدوزي استغراب بعض النشطاء الفيسبوكيين الذين روجوا لإشاعات ارتباطهما على الرغم من فارق سن بينهما، الأمر الذي دفع بهذه الأخيرة إلى توضيح حقيقة علاقتها قائلة في مقطع فيديو إنها تجد في الدوزي أخا يذكرها بشقيقها الراحل جواد الذي فارق الحياة بعد تعرضه لحادثة سير خطيرة. ودون ما عقدة السن التي تلازم النساء عادة، قالت المطربة المغربية لطيفة رأفت خلال ندوة صحفية في مهرجان موازين إيقاعات العالم إنها لا تجد أي حرج في أن تفصح عن عمرها، قائلة أنا مزدادة عام 1965 وأنا سعيدة لأنني استمتعت بعمري. حديث المطربة لطيفة رأفت عن سنها جاء عقب سؤال أحد الصحفيين حول إذا ما كانت قد أجرت عملية تجميل في حياتها لترد مازحة، وطلبت من الصحفيات الحاضرات في القاعة أن يبحثن في وجهها عن آثار لأي عملية تجميل. وأضافت وجهي ليست به تجاعيد أو عوجاج يستدعي تقويمه،
وهما العاملان اللذان يدفعان النساء إلى إجراء عمليات التجميل، مرضفة حين جاوبها عن السؤال عما إذا كانت تفكر في اعتزال الفن، قرار الاعتزال وارد وسوف أتخذه يوم أفكر في إجراء عملية تجميل. وانتقدت لطيفة رأفت القنوات التلفزيونية المغربية على عدم تقديمها للأغنية المغربية الجادة من أجل التعريف بها، قائلة: نحن مضطرون دوما إلى الذهاب إلى الخارج لكي نعرف بالأغنية المغربية. وأضافت أن العرب الذين يأتون إلى المغرب يذهبون إلى النوادي الليلية من أجل سماع الأغنية المغربية، وهناك لا توجد الأغنية المغربية الحقيقية، ومن ثم تتكون لديهم صورة خاطئة عن الأغنية المغربية الحقيقية. ووجهت المطربة لطيفة رأفت عتابا شديدا إلى الفنانين المغاربة الذين هاجروا نحو الشرق على عدم تعريفهم بالأغنية المغربية، وذكرت بالاسم الفنانة المقيمة في مصر سميرة سعيد، قائلة: سميرة سعيد التي لديها شهرة واسعة كانت لديها فرصة كبيرة للتعريف بالأغنية المغربية، وأنا كنت أقول لها أن تغني أغنية في كل ألبوم. وأردفت الأغنية: جاء زمانها، وأحب من أحب وكره من كره. وتلقت لطيفة رأفت انتقادات كثيرة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الانتقادات من بعض متتبعيها بسبب صورها باللوك الشبابي. وردا على الموضوع، قالت لطيفة أنها دائما ترتدي الملابس العصرية، حيث قالت مازحة: واش غادي نلبس القفطان في الزنقة ولا في القهوة؟ المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.